الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. التكبير دلالة على تعظيم المولى عز وجل، فهو إقرار بأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأعز وأعلى وأكبر من كل شيء، المستحق وحده للعبادة. لذا كان التكبير من العبادات التي يستحب الإكثار منها في العشر الأوائل من ذي الحجة، فهي من باب ذكر الله سبحانه وتعالى. القائل في كتابه الحكيم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في شرح تفسير هذه الآية: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وفي الحديث: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. والتكبير نوعان: التكبير المطلق ويبدأ من أول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق غير مقيد بوقت معين، والتكبير المقيد والذي يردد في أدبار الصلوات المفروضة. فكبروا الله ربكم في أيام العشر إذعانا لكبريائه في القلوب، وعندها تشعر بمعيته مستمدا منه القوة والعزة والثبات.